عرفت المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالرسمي 2019-2020 على مستوى إقليم خنيفرة برمجة 110 مشروعا بغلاف مالي يتجاوز 56 مليون درهم. وفي هذا السياق نظمت عمالة الإقليم يوما احتفاليا بمناسبة الذكرى 16 لانطلاق المبادرة تحت شعار كوفيد 19 والتعليم الحصيلة والآفاق لتحصين المكتسبات. ركزنا على التعليم لأنه كيمثل رأس مال البشري اللي حنايا المبادرة الوطنية في مرحلتها الثالثة وضعته كهدف من الأهداف نتاعها ووجدت باش التثمين نتاعو. فهاد الفترة التعليم عرف عدة تغيرات من خلال برامجه أو لا طريقة تلقينه الدروس أو لا تعامله مع هذا الوباء، فكما قلت الديار ساهمت بواحد الشكل كبير. وخلال هذا اليوم الاحتفالي تم الوقوف على أهم الإنجازات التي تم تحقيقها برسم سنتي 2019-2020 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، وذلك من خلال البرنامج الثالث الذي يهدف إلى تحسين الدخل وتشجيع الإدماج الاقتصادي للشباب. تعتبر المبادرة الوطنية شريك مهم وأساسي لقطاع التربية الوطنية، حيث من أهم المحاور التي تشتغل عليه المبادرة الوطنية خاصة في المرحلة الثالثة هي مثلا التعليم الأولي، والمبادرة هنا بإقليم خنيفرة ساهمت وتساهم بشكل كبير في بناء الوحدات في التعليم الأولي أو في التكفل بالمربيات، أيضا في مجال الدعم الاجتماعي في توفير النقل المدرسي بمجموعة من الجماعات الترابية، وأيضا المساهمة في بناء وتشغيل مجموعة من دور الطالب والطالبة. وفيما يخص مواكبة الأشخاص في وضعية صعبة، فقد تمت برمجة 26 برنامجاً بقيمة 11 مليون درهم، إضافة إلى 13 مشروعاً بقيمة 17 مليون درهم في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، علاوة على 46 مشروعاً بقيمة 17 مليون درهم بالنسبة للبرنامج الرابع الخاص بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.